بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض القصة المشتركة، وهذه القصة تكون في بداية الموضوع الثاني أسرتي، ومعنى أنها مشتركة يشترك فيها التلميذ والمعلم في قراءتها، والتلميذ يتشارك بمشاهدة الصور، وهي بعنوان أوقات غالية. يعرض المعلم الكلمات الشائعة في هذه القصة على بطاقات، ويكرر فيها أيضا أيضا أيضا، في و أيضا في و، ثم يضعها في بنك الكلمات، وهو ركن الكلمات في اللغة العربية. أيضا في و، ثم يخرج المعلم بعض التلاميذ يقفون صفا واحدا ويعدد في أسمائهم، يقول مثلا محمد وأمير وإسماعيل وسارة، لكي يهيئ لحرف الواو. استيقظ أحمد من النوم وتوجه إلى حجرة أمه، إلى حجرة أمه وأبيه، حجرة أمه وأبيه. ويلفت المعلم أنظار التلاميذ على حرف الوا وحرف فيه وكلمة أيضا، كلما تأتي وتكررت في القصة يلفت المعلم التلاميذ إلى هذان الحرفان والكلمة. نقرأ القصة من الأول. استيقظ أحمد من النوم وتوجه إلى حجرة أمه وأبيه، فوجد أمه مستيقظة في الفراش ولكنها ترتجف. قلت لأمي: هل أنت مريضة؟ قالت أمي: نعم. قلت: شفاك الله وعفاك يا أمي، أين أبي؟ قالت أمي: يجهز السيارة كي نذهب إلى المستشفى. اتصلت بالمستشفى فقالت لي الممرضة: إن الموعد بعد ساعة، فأسرعوا، المستشفى مزدحمة، وفي خلال هذا الوقت أحرصوا على راحتها التامة، وأن ترتدي ملابس ثقيلة، وتتناول مشروبا ساخنا أيضا. ويلاحظ التلاميذ الحروف التي عليها هي دائرة، الواو والفاء وكلمة أيضا، كلما تكررت ينوه عنها المعلم. أيقظت جدتي وقلت لها: جدتي، إن أمي مريضة في الفراش. قالت جدتي: سأعد لها الإفطار سريعا، وسأحضر طعاما ومعه كوبا من الشاي الساخن أيضا. قلت: وأنا سأقطف بعض أوراق النعناع من الحديقة لتضعيه في الشاي. أيقظت أختي وقلت لها: إن أمنا مريضة في الفراش، ويجب أن تذهب إلى المستشفى فورا. فقالت أختي: أنا سأساعد أمنا في ارتداء ملابسها، وأحضر لها معطفها أيضا. ساعدنا جميعا أمي، وأخذها أبي إلى المستشفى. نظرت إلى الساعة وقلت: الحمد لله، باقي 20 دقيقة ستدرك أمي الموعد. ثم قلت: هيا نقم بمسؤوليتنا في أسرتنا كما تعودنا. أنا سأضع الملابس في الغسالة وأرتب اللعب في الصندوق. قالت أختي: وأنا أنظف السجاد بالمكنسة الكهربائية. قالت جدتي: أنا سأطهو حساء الخضروات لتشربه أمكم عندما تعود. وبعد ساعة عاد أبي وأمي، وكانت أمي بصحة أفضل بعد أن تناولت الدواء. شكرت أمي كل أفراد الأسرة على حبهم وتعاونهم. فقلت: شكرا لك أيضا يا أمي، لأنك علمتينا أن نتعاون وأن يحترم بعضنا بعضا. نقرأ القصة مرة أخرى. استيقظ أحمد من النوم وتوجه إلى حجرة أمه وأبيه، فوجد أمه مستيقظة في الفراش ولكنها ترتجف. قلت لأمي: هل أنت مريضة؟ قالت أمي: نعم. قلت: شفاك الله وعفاك يا أمي، أين أبي؟ قالت أمي: يجهز السيارة كي نذهب إلى المستشفى. اتصلت بالمستشفى فقالت لي الممرضة: إن الموعد بعد ساعة،
فأسرعوا المستشفى مزدحمة، أحرصوا وفي خلال هذا الوقت احرصوا على راحتها التامة، وأن ترتدي ملابس ثقيلة وتتناول مشروبا ساخنا أيضا. أيقظت جدتي وقلت لها: جدتي إن أمي مريضة في الفراش. قالت جدتي: سأعد لها الإفطار سريعا وسأحضر طعاما ومعه كوبا من الشاي الساخن أيضا. قلت: وأنا سأقطف بعض أوراق النعناع من الحديقة لتضعيه في الشاي. أيقظت أختي وقلت لها: إن أمنا مريضة في الفراش ويجب أن نذهب إلى المستشفى فورا. فقالت أختي: وأنا سأساعد أمنا في ارتداء ملابسها وأحضر لها معطفها أيضا. ساعدنا جميعا أمي وأخذها أبي إلى المستشفى. نظرت إلى الساعة وقلت: الحمد لله، باقي 20 دقيقة ستدرك أمي الموعد. ثم قلت: هيا نقم بمسؤوليتنا في أسرتنا كما تعودنا. أنا سأضع الملابس في الغسالة وأرتب اللعب في الصندوق. قالت أختي: وأنا أنظف السجاد بالمكنسة الكهربائية. قالت جدتي: وأنا سأطهو حساء الخضروات لتشربه أمكم عندما تعود. وبعد ساعة عاد أبي وأمي، وكانت أمي بصحة أفضل بعد أن تناولت الدواء. شكرت أمي كل أفراد الأسرة على حبهم وتعاونهم، فقلت: شكرا لك أيضا يا أمي، لأنك علمتنا أن نتعاون وأن يحترم بعضنا بعضا. ثم يأتي المعلم بصندوق صغير ويكتب عليه حرف فيه، ويوزع بطاقات على التلاميذ فيها كلمات مختلفة والحرف المراد أو المكتوب على الصندوق. ثم ينظر التلميذ في البطاقة التي معه، فإن وجدها مثل المكتوب على الصندوق فيضعها في الصندوق هكذا في، ويردد ويقول في. استمع إلى القصة من معلمك. نشاط 1: لون وقرأ. بعدما سمعنا القصة سوف نلون الكلمات الشائعة أيضا وفي والواو. وهنا في كلمة أيضا أمامها اللون الأصفر، وفي اللون الأزرق، والواو اللون الأحمر. فهلون مع بعض كلمة أيضا باللون الأصفر، وفي باللون الأزرق، والواو باللون الأحمر، وهكذا من البداية. ويكرر المعلم في كل كلمة يلونها: في و في أيضا في و أيضا إلى النهاية. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وبصري أيضا. يقرأ الكلمات الشائعة المتكررة. نشاط 2: أنا وأسرتي نتعاون معا. المراد من هذا النشاط أن يرسم التلميذ أو يكتب مهام كل عضو في الأسرة. الأم ما هي مهمتها؟ يا إما يكتب مهمتها أو يرسمها. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وبصري، أن يستخدم جملا شفهية ملائمة سواء كتب أو رسم، كلاهما جيد. ممكن يكتب هكذا: أمي تقوم بإعداد الطعام، إخوتي يذاكرون دروسهم، أنا أذاكر دروسي، أبي يذهب إلى العمل. وممكن يرسم هكذا: أمي، ويرسم صورتها وهي في المطبخ، إخوتي يساعدون أمهم في نظافة الأرض، أبي يذهب إلى العمل، أنا أذاكر دروسي. وبكده إن شاء الله تكون خلصت القصة. إن عجبك الفيديو شارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.